فلا طريقة كيفية تفعيل الضغط مرتين على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الميزات المتقدمة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الزر الجانبي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ضغط مرتين. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل الضغط مرتين، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.